إذا تكلمنا عن كثير أشياء بال SQL Structured Query Language، تكلمنا أول شيء عن المقدمات، تكلمنا عن Syntax، وتكلمنا عن Select وال Select Distinct وال Where وال Order وال Update وال Delete وال Joins إلى آخره. راح نيجي لل Comments. شو هي ال Comments؟ ال Comments بتستخدم لشرح الأجزاء من SQL statement أو حالات SQL أو لنمنع تنفيذ SQL معين. ملاحظة، الأمثلة بكل قسم ما بتشتغل بالفايرفوكس والمايكروسوفت إتش. التعليقات هي مش مدعومة بالمايكروسوفت أكسس داتابيزز بالفايرفوكس والمايكروسوفت إتش، أيضا بتستخدم المايكروسوفت أكسس داتابيز بالأمثلة. الأمثلة عندي single line comment داش داش، يعني تعليق سطري نستخدم يبدأ ب داش داش. أيضا عندي موضوع هون، أي نص between داش داش وبينتهي بالسطر راح يتجاهل، يعني ما راح يتنفذ، راح يعتبر كتعليق. أيضا عندي هذا المثال بيوضح لي الموضوع. يعني هون اتجاهل السطر التعليق ونفذ لي السطر هذا. كمان عندي هذا المثال الداش داش ممكن يكون بنفس السطر، بس شو هو بيتجاهل بعد الداش داش. يعني هون هذا المثال جاهل الشورت وير، شغل. ايضا عندي هون هذا المثال بتجاهل السلكت معينة. وفي عندي المالتي لاين كومنت، يعني تعليق اكثر من سطر او قطعة من الكود. مالتي لاين كومنت بيبدأ ب سلاش نجمة وبينتهي بنجمة سلاش. اي نص بين سلاش نجمة ونجمة سلاش راح يتجاهل، يعتبر كتعليق. مثال هذا بيوضح لي المالتي لاين كومنت. لو شفنا هذا المثال هون بنلاحظ انه تجاهل لي عدد من الاسطر يلي بين سلاش نجمة ونجمة سلاش. شغل هون، لو شلت التعليق شغل هون صار في عندي ايرور، لانه ان كستمر تيبل سلاش نجمة نجمة سلاش شغل عطاني النتيجة. كمان عندي مثال ثاني على الملتي لاين، هون مثلا هذا المثال شغل ونلاحظ جاب لي السبلايرز 29 ريكورد. هون لو بدي هذا التعليق ما بديش اياه، وبدي اياه يجيب لي بس من الكاتيجوريز مثلا، عفوا هيك شغل select from categories. طب هون لو شلت مثلا تعليق شغل في عندي غلط، جاب لي الكوستمرز. طيب هون بيتجاهل الجزء من النص يلي بين سلاش نجمة ونجمة سلاش، بيعتبره كتعليق. هذا المثال بيستخدم قطعة من الكود داخل السطر نفسه، يعني بتجاهل جزء من النص من السطر، شايف ممكن يتنفذ. هون مثلا لغيت تحديد عمود اللي هو السيتي، شغل
شايف هو بس كانتري وكاستمر نيم. لو بدي ارجع السيتي ببساطة بجيب بشيل التعليق، فعلا اعطاني السيتي. كمان عندي هذا المثال نفس الشيء، هون شو عمل؟ شال لي شرط معين من الشروط عمله كتعليق. لو شفنا هذا المثال شغل، هون شال لي شرط من الشروط، فبالتالي 5 ريكوردات. لو رجعت الشرط هاد راح لاحظ انه النتيجة تغيرت معي، يعني شغل صار 10 ريكوردات. اذا هاي كانت التعليقات بالسكيو ال، دورة السكيو ال ستراكتشرد كويري لانجويج. تكلمنا عن كثير اشياء خلال هاي الدورة. طبعا فائدة السكيو ال مثل ما تكلمنا سابقا انه مش بس في قواعد بيانات علائقية مثل السكيو ال، هاي تكلمنا انه في كمان قواعد بيانات نو سكيو ال ظهرت حديثا مثل المونجو دي بي، الكوتش دي بي، الجرافيك دي بي، دي بي قواعد البيانات الجراف الى اخره. في كثير انواع قواعد بيانات، وانما السكيو ال هي قديمة وما زالت محافظة على بريقها واستخدامها في يعني مثلا البرامج ومواقع الويب، قواعد بيانات البرامج والمواقع الويب والألعاب وتطبيقات الجوال إلى آخره، كلها ما زالت تعتمد بشكل كبير على السكيو ال. تكلمنا خلال هذه الدورة عن مقدمات السينتاكس، السيلكت، السيلكت ديستينكت اللي ما بيسمح لي بالتكرار، الدوبلوكيت، الوير كلوز والفرق بينها وبين الهافينج، الوير ما بتستخدم الفانكشن، الاد والاور والنوت، تكلمنا عن الاوردر باي، الاسك والديسك، الانسرت انتو والنول فاليوز، وتكلمنا عن الابديت النول فاليوز بالسيرفر سكيو ال والمايكروسوفت اكسس والماي سكيولي والاوراكل قواعد البيانات، وتكلمنا عن الابديت والديليت السلكت توب اللي هي الليمت، وتكلمنا عن المينيمم والماكس والكاونت والافرج والصم اللي هدول ما بنقدر نستخدمها معهم الوير، بنستخدم معهم الهافينج. تكلمنا عن اللايك والويلد كاردز اللي بنستخدمهم بالبحث بالنصوص، وتكلمنا عن ايضا الان اللي بتستخدم لي تدمج لي اكثر من اور بنفس الكونديشن، وتكلمنا عن البتوين، وتكلمنا عن الالياسز اللي هي بتختصر لي اسماء طويلة او لها استخدامات كثيرة. الالياسز الاز يعني بنغير تسمية عمود، والجوين تكلمنا عن الجوين بانواع المختلفة، الانر جوين والليفت جوين والليفت اوتر جوين والرايت جوين او الرايت اوتر جوين والفول جوين او الفول اوتر جوين والسلف جوين يعني بنفس الجدول نفسه بنعمل فيه جوين، واليونيون واليونيون اول، فرق بين اليونيون واليونيون اول انه اليونيون اول بيسمح لي بالدوبليكيت واليونيون ما بيسمح لي بالدوبليكيت يعني ديستينكت، والجروب باي، وتكلمنا عن الهافينج اللي بيستخدم عن الفانكشنز، وتكلمنا عن الاكزيستس والاني والاول، وتكلمنا عن السيلكت انتو والانسرت انتو سيلكت، وتكلمنا عن الكيس، الكيس والالس وبينتهي بالانت، وتكلمنا عن النول فانكشنز بقواعد البيانات المختلفه، الاوراكل والماي اس كيو ال وال MS مايكروسوفت سيرفر سكيو ال والمايكروسوفت اكسس وغيرها. تكلمنا عن ستورد بروسيدرز يعني اجراءات مخزنه، بعدين بنعمل ننشئ كرييت بروسيدر بنسميه وبنعمله از الستيتمنت معينه وبنعملها جو سيمي كولون، بعدين بننفذها عن طريق الاكسك، واحيانا بندرج لها باراميترز ممكن يكون باراميتر واحد او اكثر من باراميتر، وايضا التعليقات السنجل لاين تعليق او تعليق السطري اللي هي داش داش، والتعليق القطعة من الكود اللي هي سلاش نجمة ونجمة سلاش. اذا هاي كانت دورة السكيو ال، قواعد البيانات العلائقية ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم. SQL مفيدة جدا بإدارة قواعد البيانات العلائقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انشر هاي الفيديو هاي الدورة واستفيد منها بالتكامل مع لغات البرمجة اللي بتتعامل مع قواعد البيانات الـ SQL. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.